قلت لحضراتكم هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نبارك ان شاء الله للنادي الاهلي الفوز ببطوله السوبر على حساب نادي الزمالك. وبالفعل الف الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي في كل مكان، قطاع النشاط الرياضي، اسره كره اليد. الفوز على نادي الزمالك 26-24 في الفجيره في الامارات، بطوله سوبر جديده للنادي الاهلي. الاهلي السوبر كره اليد بعد تحقيق نتيجه جيده. الاهلي كان يعني متفوق طول الجيم، الشوط الاول والشوط الثاني. الجزء الاخير من المباراه كانت المباراه ساخنه جدا واحداث مثيره، ولكن نجح الاهلي في اللحظات الاخيره يحسم المكسب بهدف قاتل قضية في الدقيقه يعني الثواني الاخيره عشان يبقى 26 على الزمالك، والزمالك احرز 24. 26-24 مبروك للنادي الاهلي بطوله السوبر لكره اليد. امبارح دور المرتبط لكره السله، النهارده سوبر كره اليد للنادي الاهلي. يا رب باذن الله تكون بدايه كويسه ويكون تفاؤل على كره القدم ايضا، والاهلي يسافر السعوديه ويقدر يحقق نتيجه جيده عشان تبقى فرصه نستعيد الامجاد. وزي ما انتم شايفين لبعض اللقطات والصور من مباراه السوبر اللي اتلعبت في الامارات، واللي كانت جماهير النادي الاهلي صانعه للحدث في الامارات وفي صاله نادي الفجيره بالفوز بهذا اللقب الغالي. لو هشكر كمان لازم اشكر بالتاكيد الاشقاء في الامارات، الاشقاء في نادي الفجيره على حرصهم للحضور في هذا اللقاء، مسانده النادي الاهلي، التواجد في الصاله بشكل مكثف جدا. زي ما انتم شايفين صوره الملعب، جماهير النادي الاهلي كانت موجوده. على فكره الفجيره بتبعد بمسافه كبيره جدا عن ابو ظبي وعن دبي، ولكن كان في حرص كبير جدا من جماهير النادي الاهلي سواء المتواجده في اماره الفجيره او من اماكن مختلفه ان هي تكون موجوده. وانا من كذا سنه كنت في الفجيره والتقيت بمسؤولين عده يعني في نادي الفجيره. المسؤولين في الفجيره بيحبوا الاهلي جدا وبيشجعوا الاهلي جدا، ولما عملوا مباراه احتفال باليوبيل الذهبي لنادي الفجيره كانت الدعوه للنادي الاهلي. النهارده انت بتلعب في صاله نادي الفجيره وكانك بتلعب في صاله الامير عبد الله الفيصل في الجزيره. اللقطات اللي بتجينا دي بتجينا من الاشقاء الاماراتيين اللي موجودين في الصاله المغطاه. كل الاشقاء في الامارات، كل الاخوه في نادي الفجيره بنشكرهم بالتاكيد على المسانده وعلى التواجد مع النادي الاهلي في هذا اللقاء الهام جدا. هارد لك للاشقاء بالتاكيد في نادي الزمالك، مباراه كبيره جدا، ولكن نجح الاهلي في اثبات قدرته على نادي الزمالك في لعبه كره اليد. ابطال الصالات، العاب الصالات، سوبر اليد والسله دايما في النادي الاهلي، وبالتوفيق يا رب كمان لفريق كره القدم في الفتره اللي جايه. طب ننتقل كمان لملف تاني وهو متعلق بتذاكر السوبر. طيب قدامنا على الهواء لقطات اهي مهمه جدا للاحتفالات. زي ما انتم شايفين طبعا نجوم كره اليد بيحتفلوا مع جماهير النادي الاهلي بالفوز بالبطوله. شايفين طبعا يعني انا شايف بصراحه يعني الملعب معظم التيشيرتات كلها التيشيرتات الحمراء جماهير النادي الاهلي، حتى لو العدد مش كبير، الصاله مش ممتلئه عن اخرها، ولكن باللون الاحمر كده شايفين طبعا وجود جماهير النادي الاهلي في كل مكان داخل الصاله المغطاه. بنبارك لمجلس اداره النادي الاهلي، بنبارك للجهاز الفني، للاعبين، دكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه اللي متواجد في الفجيره في الامارات. طيب في بطوله اخرى في الامارات نهايه هذا الشهر 25 و 28 ديسمبر. انا هتكلم بالتاكيد على بطوله السوبر ايضا، لان قدامنا كمان بطوله السوبر والاحداث الخاصه بالسوبر كره اليد لغايه لما يكون في تتويج وتسليم الميداليات وكاس البطوله.